This conference will now be recorded. عليها This أسرع، conference will now be recorded. نخفف شوي من العجقة اللي صارت امبارح، يعني راح تكون الطريقة أسهل شوي وإن شاء الله ما بنتغلب فيها. تمام، هلأ مبدئيا أنا راح أورجيكم. طبعا هاي الطريقة بتعتمد على فايل الكاد، يعني زي ما أنتم شايفين هون إحنا راح نبلش من فايل الكاد. زي ما نفس الفايل اللي بعثت لكم إياه امبارح، ما في إشي اختلف عليه. راح بس أفصل الجدران الداخلية والخارجية والأبواب والشبابيك عن بعض. راح أبلش بالجدران الخارجية، راح أعمل لها ايزوليت وموف بمسافة مناسبة، تقريبا 20، وهي ان ايزوليت. راح أرجع أعمل ايزوليت للجدران الداخلية وأعمل لها موف 40، وهي ان ايزوليت. زي ما انتم ملاحظين يعني هاي بعتها 20، هاي 40، فبدي اخذ مضاعفات الرقم وعم بسوي كل جدران لحال عشان ما يصير فينا العجقات اللي صارت امبارح. هاي كمان الابواب ايزوليت، وهاي موف 60، وهاي الشبابيك ايزوليت، هاي الشبابيك كاملة موف 80. وهيك زي ما انتم ملاحظين صف عندي بس. طبعا الكتابات ما بتلزمني، راح اشيلهم. ولا الخطوط المقطعة برضو ما بتلزمني، برضو راح اشيلهم. هيك زي ما انتم ملاحظين صف عندي الادراج الخارجية والترس لحال، الجدران الخارجية لحال، الجدران الداخلية لحال، الأبواب لحال، والشبابيك لحال. راح أعمل سيف آز لهذا الفايل على الديسكتوب وأسميه سامبل 3. هاي سامبل 3، وراح أفصل الكاد. هلا هيك زي ما انتم شايفين انا رجعت على السكتش اب، بدي ادخل نفس الفايل اللي هلا عدلنا عليه. راح اجي اعمل امبورت فايل، امبورت، راح اختار سامبل 3 وامبورت. هلا زي ما انتم ملاحظين هون احنا هذا نفس شغل امبارح، ولكن شو الفرق؟ انه انا نزلوا عندي اصلا مفصولين كل جهه لحال، فانا مش مضطر اني اعمل اوفرلاب خلال الشغل، مش مضطر اني اعمل اوفرلاب خلال الشغل. راح اوقف شوي هون قبل ما نكمل اشوف اذا في اسئله او اشي. When I triple click on the 3D walls, it choose all connected walls. Okay. Draw I extrude them each one alone. How can I choose only one wall؟ هلا اي شيء متصل، اي شيء متصل مع بعض في السكتش اب بختاره بالدبل كليك او التربل كليك. اذا 2D اي شيء متصل دبل كليك بختاره، اي شيء 3D تربل كليك برضه بختاره. هلا شو الحل؟ هلا خلال هذا المثال اللي انا عم بشتغل ببين معكم كيف احنا ما بنخلط الامور مع بعض. ليه عم تفصل الاجزاء عن بعض؟ احنا عم نشتغل على الملف الجديد، الابواب ليش ممكن تستفيد منها. طيب
هلا انا راح احكي لكم شو راح نستفيد، انتم بس تابعوا معي الله بعينكم عشان نقدر نكمل الشغل بشكل سريع. يعني هاي مراجعه لامبارح بس، ولكن الطريقه اسهل. ليش الطريقه اسهل؟ هلا بحكي لكم. اول إشي راح افوت دبل كليك جوا الجروب اللي بيطلع عنده جروب بعد الامبورت، وراح نسوي الاين زي ما اتفقنا امبارح باستخدام الميجر. هاي المسافه زي ما انتم ملاحظين مش دقيقه، راح اكبس كنترول وبعدين كليك، وراح ادخل المسافه الجديده اللي هي 0.3، وراح يسالني بدك تعدل، راح احكي له يس. راح اطلع اوت وارجع اتاكد انه قياس الجدار تمام 100%، 0.3 100%، تمام. اذا هيك صار عندي هاد سكيل جاهز. راح اخذ منه كوبي، طبعا بنراجع الكوبي مع بعض ايش هو، بنحدد الاشي اللي بدنا نعمل له كوبي، نختار الموف نقطه مرجعيه، السهم تاعنا لاي اتجاه، وكنترول عشان تفعل الكوبي. كمان مره بنضغط كنترول ترجع موف، كنترول ترجع كوبي. نختار طبعا مسافه مناسبه مثلا 30، انتر. هيك انا اخذت كوبي. هلا ليش اخذنا كوبي؟ لانه في بعض الشغلات انا هون بدي افجرها واشتغل عليها، ممكن ارجع احتاجها مره ثانيه، لهيك اخذت الكوبي من هذا الشكل. هلا اجينا هون عند الجدران الداخليه والخارجيه، راح اعمل اكسبلود للجروب. هيك زي ما انتم ملاحظين رجعوا خطوط، عملت اكسبلود وهيك رجعوا خطوط. هلا لو بالقلم رسمت اي خط مباشره راح يتفعل، اي خط واحد ها زي ما انتم ملاحظين، اول فيس مباشره تفعل، خط ثاني فيس، ثالث فيس، رابع فيس، اللي بعده تمام. وهيك احنا بنكون خلصنا كل الفيسز على السريع. وبنفس الوقت هاي بوش اند بول بدي ارفعهم، هاي المره بدي ارفعهم مع التصوينه. هلا التصوينه عاده متر، فاحنا بنزيد عند الداخليه متر، يعني مثلا هاي بدي ارفعه 5، هاي 5، دبل كليك 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 دبل كليك. وهيك انا خلصت الخارجي. يعني الطريقه سهله سريعه ما بدها شيء، خلصنا الخارجي على السريع تمام. طبعا هذا الخط الزياده راح امسحه. هيك احنا خلصنا الخارجي. هلا اللي سالني انه احنا كيف بدنا نضمن الجدران ما تاثر على بعض، هذا هو الجواب. الجواب من التوب فيو باجي بختار الجدران الخارجيه، بضغط عليها رايت كليك وبختار ميك جروب، وبختار ميك جروب. انا هيك لما عملتهم جروب، لو دخلت شيء ثاني عليهم، لو رسمت شيء ثاني عليهم ما بصير في مشاكل. يعني هاي هون مثلا بدي ارسم مكعب، لو اجيت عملت تريبل كليك وموف ما راح يضرب عندي الجسم، ما راح يضرب عندي الجدران، لانه خلص هاي صارت جروب مستقله زي البلوك، ما بياثر عليها اي شيء ثاني. هلا نفس الشيء الجدران الداخليه برضه سريع سريع بالبن، بس بسكر الفتحات اللي موجوده فيها، بس بسكر الفتحات اللي موجوده فيها بشكل سريع. يعني أنا صراحة جربت هاي الطريقة، ممكن تكون أسهل إلكم وأسرع من كل النواحي، لأنه حسيت امبارح الأغلب صار معه مشاكل. امبارح يعني الأغلب كان يسأل نفس الأسئلة بالنسبة للجدران، فكنت أتوقع إنه فيها مشاكل. تمام. هيك خلصنا برضو الجدران الداخلية، راح أرفعهم 4 سريع سريع. هاي 4 انتر دبل كليك. طيب هاي ما اشتغلت، هاي 4
طبعا زي ما حكينا لو احنا اخترنا اشي بنفس الارتفاع مباشرة برضه راح يرفع عليه، اشي بنفس الارتفاع باخذ ارتفاعه بشكل مباشر. هيك احنا خلصنا كمان الجدران الداخلية بشكل سريع. برضه نفس الاشي راح اختارهم، نفس الاشي راح اختارهم واعملهم جروب، ميك جروب. هيك صار عندنا جروبين، هيك صار عندنا جروبين. طبعا هاد الكيوب ما بدي اياه. هيك صار عندنا جروبين. هلا بنقدر نحطهم نركبهم مع بعض، طبعا بما انه احنا اخترنا المسافة نفسها، بس بنضغط على الموف مع كنترول، وزي ما حكينا بنفعل الاكس وبنضغط نفس المسافة اللي احنا اصلا حركناها اللي هي 20. زي ما انتم ملاحظين راكبة 100%، الجدران ما فيها مشاكل. طبعا ليش الفرق بين الداخلي والخارجي؟ عشان العقدة، هاي تصوينة، احنا حكينا رفعنا الخارجي عشان التصوينة، يعني العقدة لما تسكر مع الداخلي بضل مسافة التصوينة هي اللي بارزة بالخارجي. بس انا حاليا بدي اخلي الداخلي والخارجي كل واحد لحال. بدي اشوف اذا في اسئلة لغاية هون. هلا في سؤال لو في إمكانية لتنزيل رابط مع الكراك. أوكي بننزلكم في جروب، احنا حكينا بنهاية المحاضرة اليوم راح أبعث لكم رابط لجروب على الفيسبوك تفوتوا عليه، هذا بس إلنا خاص إلنا للتواصل، سواء بس بهاي الدورة أو ما بعد هاي الدورة راح أحط لكم فيه كل الروابط اللي بدكم إياها، اللي هو البرنامج مع الكراك واللي طلب كيف تنزيل البرنامج. مهندس كيف عملت الجدار بوينت 3؟ حكينا من امبارح عدنا أكثر من 3 مرات، بس إذا في حدا عنده أي سؤال، يعني زي هذا السؤال، ابعث لي هذا السؤال على الجروب وأنا ببعث لك إياه وبوضح لك إياه بشكل كتير سهل وبسيط. عندي مشكلة غريبة بالزوم إن والآوت، إنه بيكون سريع وصعب التحكم فيه، شو بيكون السبب؟ شوف سرعة الماوس عندك بإعدادات الماوس، يعني إشي بالويندوز مش إشي من السكتشوب. تمام، ممكن بأول بريك تبعت ملف الأوتوكاد سامبل 3؟ أوكي حاضر بنبعته بأول بريك. بس هو نفس السامبل اللي بعثت لكم اياه امبارح، نفسه نفسه، بس انا عملت موف بعشرينات، يعني انت بس فوت اعمل ايزوليت وموف بعشرينات. شو الفرق بين الجروب والكومبوننت؟ هذا السؤال حكيت لكم انه راح نحكي فيه اليوم ان شاء الله، وعلى الاكيد ان شاء الله اليوم بنحكي فيه، بس نمشي شوي بمراجعة امبارح. الصوت عم بقطع بيحكوا مع انه واضح عندي، ما بعرف هلا في ناس عم يحكي الصوت واضح وفي ناس عم يحكي الصوت بيقطع، فانا مش عارف وين المشكلة بالضبط، مش عارف. هيك ممكن بالله بس اكدوا لنا الصوت هيك تمام. هاي اغلب الناس عم يحكي عندي واضح، اغلب الناس عم بيحكي الصوت عندي واضح، ما بعرف إذا في إشي معين خلل من عندي أو من عندكم. الأبواب اللي دخلتها من الأوتوكاد شو بتستفيد منها؟ خليها شوي هلا بنحكي. هاي يعني أغلب الشباب بيحكوا الصوت تمام، إن شاء الله إنه يكون تمام. أوكي تمام يا جماعة، هلا إحنا هيك خلصنا الداخلي والخارجي بشكل سريع. راح نرجع لقصة امبارح إنه كيف نعمل الأبواب والشبابيك. نفس امبارح بس في طريقة أسهل برضو أنا راح أعطيكم إياها عشان ما تغلبكم. بدال ما أنا أرسم هون خطوط وريكتانجل راح أخذ بشكل سريع. هلأ هون باب، هذا أنا حافظه إنه باب لأنه مشروعي، هي هون ببين معك هذا الباب بيسهل عليك تشوف وين فتحات الأبواب والشبابيك، يعني أنت هاي الفتحات أبواب ولا شبابيك، ببين معك من بلوكات الأبواب، يعني هاي واحدة من الشغلات اللي بنستفيدها من البلوكات اللي بتكون جنب الموديل، إنه أنت بتقدر تحدد هاي الفتحة شو هي. فهاي الفتحة هي عبارة عن باب تمام. كيف رح نشتغل؟ شايفين هذا الخط؟ هاد أو هاد رح ناخد واحد منهم وننزله المسافة اللي مطلوبة منا بالموف، يعني رح أحدده رقم واحد دبل كليك جوا، لأنه إحنا صارت عندنا جروب اتفقنا على هذا الإشي، دبل كليك عليها عشان يفتح الجروب. بعدين رح أختار هذا الخط، وطبعا أي باب تاني نفس الإشي، بختار واحد من الزوايا تبعونه اللي هو مثلا هذا الخط، فانا بضغط كنترول، يعني بختار هاي بعدين كنترول وبضغط الثانيه، او شيفت وبضغط الثانيه. هلا راح اعمل موف، راح اعمل موف لتحت. طبعا ايش حكينا دائما بنفعل السهم، بدنا نفعل السهم العلوي عشان يعطينا محور الزد،
بعدين عشان ما يكون موف ويخرب الشكل، لانه انا بدي اياه كوبي بضغط كنترول. ملاحظين؟ اذا ثلاث شغلات بنعيدهم سريع. اخترنا الاماكن للابواب كلها اللي هي حرف الباب من فوق، بنموف بختار هذا الباب وبنزل فيه لتحت باستخدام السهم العلوي اللي بيعطيني محور الزد، بعدين بضغط على كنترول عشان يتحول لكوبي، وبختار المسافة اللي بدي إياها. إحنا حكينا فتحة الباب 220، شيلها من 5 اللي رفعناهم، إذا ضايل عنا 280، وهي إنتر. زي ما أنتم ملاحظين أخذ المسافتين كوبي. إذا هلأ مباشرة باخد البوش أند بول، بضغط على الجهة المناسبة وبوصلها للطرف الآخر، الجهة المناسبة بوصلها للطرف الآخر. هيك صارت عندي فتحة الباب جاهزة. بس ضل علي أمسح الخطوط الزايدة اللي حكينا عنهم امبارح. طبعا هاي الأبواب الخارجية، احنا هلا بنحكي خلصت. زي ما انتم ملاحظين هيك كل الأبواب الخارجية خالصة. ضل عندي الشبابيك، راح أضغط دبل كليك برا، راح أرجع للداخلي، راح نعمل بس كم باب عشان بس نورجيكم شو الفكرة. نفس الفكرة بنعيدها بعد ما عملنا دبل كليك جوا الجروب، بنختار باب بابين قد ما بدك أو كل الأبواب ممكن باستخدام الكنترول. تختار هاي القطع اللي هي حرف الباب، بالموف بننزل فيها بالسهم العلوي لتحت، طبعا بنكبس كنترول كمان مرة عشان يعطيني الكوبي، وبختار المسافة اللي هي متر و80. طب ليش متر و80؟ ما احنا قبل شوي حكينا 280، هداك الخارجي في متر زيادة عشان التصوينة. عشان هيك هسا برجع للبوش اند بول، بضغط وبوصل لنهاية الجدار، بضغط وبوصل لنهاية الجدار، وبالمحاي بشيل الخطوط الزيادة، وهيك صار عندي فتحات الأبواب للداخلي. طبعا أنت بتسوي كل الفتحات بنفس الطريقة، مش راح نفوت فيهم باب باب كيف نعمل هذا الإشي، بس ولكن هي الطريقة نفسها، إنه أنت بتفوت بتظبط كل فتحات الأبواب وبتركبهم، وبهاي الطريقة بتكون أنت خلصت كل الجدران مع فتحاتهم، وبترجع تاخذ كوبي أو موف لا هاي الجروب، والمسافة اللي احنا اصلا كنا محركينها 20. هيك بيرجعوا بيركبوا مع بعض الجدران الداخلية والخارجية مع فتحاتهم، وبكون امورك جاهزة. بضل عليك العقدات فقط والابواب والشبابيك. العقدات والابواب والشبابيك تمام. هلا راح احكي بالشبابيك كيف بنعملهم. راح افوت على الجدران الخارجية نفس الطريقة اللي استخدمنا فيها الأبواب. طيب راح أوقف شوي أشوف إذا في أسئلة قبل ما نكمل الشبابيك. لما نلبس ماتيريال كيف راح تأثر اللاير والجروب الوجوه على الماتيريال؟ أنا بحكي لك صديقي، لا تلبس الجروب من برا، لأنه بلبس من برا ومن جوا زي هيك. يعني لو انا ضغطت على الجروب من برا نوع ماتيريال، راح يلبس الجدران من برا ومن جوا كامل الجدران، ولكن انا بضغط دبل كليك جوا الجروب وبلبس الفيسز، بلبس الفيسز، فراح يضل اللي جوا غير اللي برا، وهيك بتقدر تتحكم شو بفرق بالماتيريال. بتقدر تعيد اخر شغله، النت فصل عندي. اوكي احنا نفس الطريقه، نفس الطريقه للابواب، ولكن اللي بيفرق بالشبابيك ايش؟ انه احنا بدال ما ناخذ 1 كوبي للحرف راح ناخذ 2 كوبي. كيف؟ دبل كليك، راح اخذ هاي حرف الشباك، الثاني، الثالث، طبعا مع كنترول هذا الحكي، لانه احنا حكينا اذا بدنا نختار اكثر من عنصر بده يكون معنا كنترول. وطبعا راح اخذ كل الشبابيك بما انها طريقه سهله وبتريحني مرة واحدة. طبعا هذا لأنه شباك حمام صغير راح أتركه، ما راح أخذه، بس أخذت كل بقية الشبابيك تمام. وبنفس الطريقة راح أختار موف، راح أضغط على السهم العلوي عشان يعطيني الزد أكسس، وبعدين كنترول. كم حكينا الشبابيك عادة مع توب تبع الأبواب اللي هي نفس المسافة 280. هلأ أخذنا
كوبي، هاي شايفين كل الحروف هاي نزلت، راح اخذ منها كمان كوبي باستخدام الكنترول تمام، وباستخدام نفس السهم راح اخذ منها كمان كوبي عن مسافة متر على اساس انه الشباك ارتفاعه متر. هيك اذا بتلاحظوا كل الشبابيك انا اشتغلتهم بخطوة واحدة. هلا صفى شغلة كتير مهمة انه انا بالبوش اند بول بس بدي اوصل المسافات للجدران طريقة كتير كتير سهلة وكتير سريعة وما بتاخد وقت. طبعا زي ما حكينا هذا الشباك ليش ما اشتغلناه؟ لانه شباك حمام صغير، فراح اخده مبدئيا المسافة العلوية نفسها، المسافة العلوية نفسها اللي هي 2.80 متر، بس الكوبي تاعتها راح تكون بس 70 سنتي، راح تكون بس 70 سنتي، عشان هيك بس انا خليته للاخر. وهيك برضو راح ارجع اسكره، وهيك بكون فتحت كل الشبابيك بالجدران الخارجية بطريقة سريعة. بضل عندي شغلة بسيطة انه بالممحى اشيل الخطوط الزايدة، وهيك راح يطلع الشكل. انا ما راح ارجع اشيل كل الخطوط، بس هو اشي بسيط بتشيلهم بالممحى وراح يطلع عندك الفتحات جاهزة. وطبعا هيك بضلها هاي جوا الجروب امورها شغالة ومية بالمية. هلا ضل علينا إشي وحيد انه ندخل الابواب والشبابيك. لما بدي احكي عن الخطوط للباب من فوق بس بحدود، وبعمل واحد كنترول وبحدد الباقي، اذا هيك بتحددوا كلهم. لكل بواب انا البابين عملتهم مع بعض، ما عندي اكثر من بابين. واذا قصدك على الشبابيك، هلا انت المشكلة بدك الكوبي الثاني، يعني الابواب اذا عملتهم مع الشبابيك راح تضرب الكوبي الثاني لانه انت مش بحاجة له بالابواب. عشان هيك كم عرض المقاطع الداخلية؟ 0.1. انا الجدران الداخلية حطيتها 0.1 اللي هي 10 سنتي. ممكن بعد ما اخلص موديلنج افجر الموديل عشان كل جزء يصير منفصل للماتيريال، ولا بيأثر على جودة وقت الرندر. انا ما بعرف ليش بدك مصر على التفجير، يعني بدون ما نفجره احنا للموديل. يعني لو خليته جروبس اسهل الك مبدئيا، يعني انت عادي بتقدر هاي جوا الجروب. انا بقدر البس هذا الفيس لحال بدون بقية الفيسز ما تتأثر، هيني ضغطت عليه لحاله بدون ما يتأثر الباقيين، فما في داعي. يعني انت بس اختار الماتيريال اللي بدك اياها وانت جوا الجروب وبلش لبس مباشرة. ما عم يعطيني السهم العلوي زد. السهم العلوي لازم يعطي زد، السفلي لا، بس العلوي يمين علوي شمال، هدول الاسهم اللي احنا متعارف عليهم للاكس واي زد. اذا كان عندي حيط مسكر وبدي افتح فيه يعني طريقة غير كوبي الخطوط، طبعا بصير. هلا بفرجيكم اياها كيف بنحط الطابق فوق طابق بطريقة صح. اوكي برضو هلا بحكي لكم كيف بنحط الطوابق فوق بعض. هلا بالنسبة للي بده يفتح فتحة في هاي الجدران، راح اضغط دبل كليك بس برسم الباب اللي بدي اياه. فلنفرض انه هذا الباب من هون راح يكون متر، عفوا متر في 2.20 متر، هاي متر في 2.20 متر، هاي صار مرسوم الباب. بس بضغط عليه دبل كليك، عفوا مش دبل كليك، بضغط عليه وان كليك وبوصله لثيكنس الجدار الداخلي، وهيك مباشرة بفتح الفتحة. بنعيد، برسم ريكتانجل بالفتحة اللي بدي اياها سواء كانت ملامسة للأرض أو بعيدة عن الأرض. أنا راح أرسمه متر في 2.20 متر اللي هو باب، راح أضغط على البوش أند بول وأضغط على الثيكنس الداخلي للجدار، وهو مباشرة راح يفتح الفتحة اللي أنا بدي اياها. تمام؟ هاي هي اللي مبدئيا الأسئلة اللي يعني انطرحت.
كيف بنحط طابق فوق طابق. هلا اذا بدك تشتغل كل طابق لحال بصير، انا عندي كان طابق ارضي، اذا اشتغلت اكثر من طابق عادي بتاخذه موف، فلنفرض انه هيني انا اخذته كوبي، ومن النقطه المرجعيه بتركبه فوق بعض. بس هاي هي كل القصه، من النقطه المرجعيه بتركبه فوق بعض، يعني زي ما انت ملاحظ هيك بس فقط. هلا اللي بيسألني طب بضلوا في هذا الخط، احنا بنقدر نستخدم التولز اللي مخصصه للسوليد، هلا راح احكي لكم عنها، خليها شوي بس. اللي هي زي هيك، انا بس عشان اورجيكم شو الفكره، هيك بصيروا كتله واحده، ولكن انا عشان بالتدريج نشتغلهم خليها شوي هلا بنحكي فيهم. هلا بالنسبه لهدول الشغلات، الفتحات والجدران الداخليه والخارجيه، المفروض لهلا جاوبنا على كل الاسئله. هلا ضل عندنا الابواب والشبابيك. هلا اذا ما بدنا الطريقه التقليديه اللي هي انك تسوي باب بس عباره عن ريكتانجل وله ثيكنس اللي هو يكون يعني سوليد، ممكن تاخذ باب خارجي. هلا يا جماعه انتبهوا معي، انا راح ادخل باب من عندي وبعدين ابعث لكم رابط لهاي الابواب والشبابيك كيف عم نشتغل عليها. تمام؟ تمام، هاي عندي الأبواب والشبابيك. طبعا انا عم بفتح البرنامج من اول وجديد لانه ما بدي يفتح على النسخ القديمه، هو معرف انه اي فايل الابلكيشن الديفولت له النسخ القديمه. راح اجي اعمل اوبن، هاي ديسكتوب وهاي الفايلات اللي عندي. راح اختار الدور بالاول، زي ما انتم ملاحظين هذا دور موجود، بلوكات مليان الانترنت بلوكات، موقع 3D ويرهاوس كتير ممتاز، انا اخذتهم منه. راح اخده كوبي كنترول سي بس، وارجع على الفايل تبعي واعمل كنترول في، زي ما انتم ملاحظين اعطاني الباب مباشرة، فقط بس بضغط على النقطة المرجعية تاعتنا. هلا في ناس راح تحكي انه هذا الباب العرض تبعه مش صحيح، ماشي اوكي. هلا هو الارتفاع صح، شو اسمه الارتفاع صح، المسافة تاعته كمان صح، احنا بس بصفي عنا انه نشتغل هذا الباب. اوكي هلا انا حطيت هاي الباب هون وهون، طبعا هون حطيته جانبي، راح اعمل له روتيت، راح اختار الباب، هاي امر الروتيت، بدنا نركز مع بعض يا جماعة، امر الروتيت احنا ما اشتغلنا عليه قبل هيك. انا حطيت الباب كنترول في وضغطت كليك على نقطة مرجعية، هاي الروتيت، راح اضغط على الروتيت بعد ما اكون حددت الباب، اختار النقطة المرجعية اللي انا ضغطتها وان كليك، بعدين بضغط على اي نقطة بدي اياها وبحرك بالاتجاه المناسب وبدخل الزاوية اللي بدي اياها اللي هي المفروض 90، اللي هي المفروض 90. راح اعيد هاي الشغلة، ركزوا معي بس، زي ما انتم ملاحظين باب اجى راكب 100% مع الحلق تبعه، مع كل اشي، مع المسكة، كل اموره تمام 100%. تمام؟ طبعا زي ما انتم ملاحظين هون في بروز للباب اللي هو المفروض يكون 100%، انا راح ادخل الباب لجوه كأنه تحرك معاي لانه بس بالروتيت ما كانش راكب، زي ما انتم ملاحظين 100% هيك الحالق راكب واموره تمام التمام. هاي الباب دخلته انا من عندي تمام، فلنفرض انه كان في مسافة روتيت، بضغط نقطة مرجعية موف، هاي الروتيت النقطة المرجعية نفسها. طبعا الروتيت بتفعل حسب الفيس زي الرسم، كيف الرسم حسب الفيس اللي انت عليه برسم، فانا لهيك بخليها على المحور اللي انا بدي اياه اللي هي الارضية، بضغط على الزاوية المرجعية، بختار نقطة، بحرك الباب منها وبدخل الزاوية اللي بدي اياها، وهيك
أنا صار الباب عندي 100% زي ما أنتم ملاحظين، 100% مع الفريم مع كل إشي جاهز. طبعا بتقدر تاخذ كوبي لبقية الباب إذا فيك. الزاوية المرجعية تاعت الباب مع كنترول من الزاوية المرجعية تاعت الباب، وهيك أنا بكون عملت كوبي سريع وسهل وما بده أي إشي. طيب هلأ هذا الباب، بنرجع لهذا الباب، كيف بدنا نخليه يكون راكب 100%؟ هون ما راح نستخدم الألاين، لأنه الألاين بيكبر مع بعض، يعني راح يكبر طول وعرض. أنا بس بدي إياه بالعرض يكبر. كيف؟ في عندنا هون أمر السكيل، في عندنا هون أمر السكيل. بعد ما أختار الباب بضغط على أمر السكيل، راح تتفاعل عندنا هاي النقاط كلها. دائما يا جماعة لا تاخذ النقطة اليمين ولا النقطة الشمال، لا النقطة اللي فوق ولا النقطة اللي تحت، دائما النقطة الوسطية. يعني إذا بالعرض هاي هي النقطة الوسطية، إذا بالعمق هاي هي النقطة الوسطية، بالارتفاع راح تكون النقطة الوسطية جوا هيها. شايفين في عندي 3 نقاط، الوسطية هي اللي بالنص، دائما بختار النقطة الوسطية. فبما انه انا بدي عرض الباب راح اختار النقطة الوسطية، بضغط 1 كليك، بضل اسحب 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 لما اوصل الجدار. شايفين هون لما وصلت الجدار، بس لما وصلت انا الحرف تبع الجدار بترك وبطلع من الامر، برجع للرو 100%، الباب راكب عندي وأموره تمام ومية بالمية. الباب هيك راكب عندي أموره 100%. زي ما أنتم ملاحظين هيك خلصنا أبواب. راح أوقف شوي أخذ أسئلة وأشوف شو الأشياء اللي بدكم إياها. مش المفروض نبدأ نرفع المبنى من الدرج الخارجي عشان ما يضرب معنا؟ هلأ أنت عادي بتقدر ترفع الطابق صديقي، وبما أنه في أرضية خارجية راح تكون موحدة، فإحنا بنرفع المبنى بالنسبة للأرضية الخارجية. يعني أنت بالنهاية بتقدر تنزل الدرج أو ترفع الدرج، يعني أنت بتركب الدرج على المبنى وبعدين كل المبنى بتخليه على الزيرو، فما فيها أي مشكلة. كيف نقلت البلوك لمكان الباب؟ موف، باستخدام موف. يعني انا لو هون، لو هذا الباب موجود عندي هون، بس بعمل سيلكت للباب، بعد ما اعمل سيلكت موف بختار اي نقطة مرجعية بدي اياها، مثلا هاي النقطة، وباجي على الحفرة تبعتها وبحطها وبس. هاي هي كل الشغلة. طيب كيف نغير حجم الباب؟ حكينا هلأ كيف نغير حجم الباب. ممكن تعيد الروتيت. أوكي هلأ بنعيد الروتيت على كيوب، على إشي أسهل. كيف نقلت البلوك للباب؟ أوكي بلوكات البرنامج موجودة فيه ولا بنحملها؟ لا بنحملها، هي بلوكات زي الأوتوكاد. أنا هلأ راح أبعث لكم الفايلات، بس أنا كنت حابب إنكم تركزوا معي شو عم نعمل. لو بعثت لكم الرابط من أول كان الأغلب انشغل فيه. هذا ستريتش بيلعب في النسب صح؟ هلا بيلعب بالنسب بشغله بسيطه، يعني انت لما يكون عندك اصلا الباب متر وبدك تسويه متر و20، ايد الباب ممكن تكبر 2 سنتي، فهذا شيء على 3 دي ما ببين صراحه. يعني احنا مش عم نشتغل ريفيت اللي تطلع منها مخططات، هذا 3 دي مش راح يبين. اذا كان باب قوس كيف بدنا نعمله بنفس الطريقه؟ هلا صراحه نفس الشيء، خذ الايد والفتحه اللي موجودين على هذا الباب وحطهم على باب قوس انت عملته زي اللي حكينا عنه امبارح، انه بتاخذ انت نفس شكل الواجهه وبتعمل لها ثيكنس.
وهلا بنرجع بنحكي فيه اذا بتحبوا. هلا هذا الباب بيكون دايناميك بلوك لحتى نقدر نعدل عليه بسهوله. لا، كل البلوكات اللي في السكتش اب تتعدل بهاي الطريقه، سهله وسريعه وما بدها دايناميك بلوك. هلا اللي سالني اذا في باب على شكل قوس، تمام، كيف بدنا نعمله؟ الموضوع كتير بسيط وسهل. فلنفرض انه هاي الفتحه اللي فيها قوس، تمام، انا راح اشتغلكم بهاي الفتحه قوس عشان ناخذ الفكره. هاي قوس، اوكي، وراح افتحه في الباب. هاي عندنا فتحة على شكل قوس، كيف بنشتغل لها باب؟ انا بحكي لك، بنحدد هدول الثلاث عناصر اللي في الجدار، اوكي، وبناخذهم كوبي على اي محور بدك اياه، تمام. فلنفرض هاي المسافة اللي هي متر ونص، وبعدين بنسكر الكتلة اللي عندنا وبعمل لها thickness 0.05. هذا صار باب، بعمل له تريبل كليك جروب، بلبسه ماتيريال الخشب وبحط له الايد اللي موجودة هناك نفسها كوبي، وبرجعه المتر ونص اللي حكينا عنهم. طبعا بما انه الباب اصغر من الجدار فانا برجع كمان مره فرق الثيكنس اللي هو 0.025، بحرك الباب هيك صار عندي الباب موجود ومعطي ثيكنس للجدار. هاي هي الطريقه اللي بنشتغل فيها الاشياء اللي فيها اقواس. تمام يا جماعه، في كمان اسئله؟ طيب هلا راح احط لكم الرابط اللي بيحتوي الابواب الباب والشبابيك اللي نزلناهم. طبعا بدي افرجيكم بالاول الشبابيك ومباشره بعدين بحط لكم الرابط. هي بنفس الطريقه، نفس طريقه الابواب، ولكن انا عشان افرجيكم اياها. هاي سلايدنج ويندو، راح اخده كوبي كنترول سي، وهاي كنترول بي، طبعا يا جماعة العرض هون بما انه مش تمام العرض معنا، انا بس راح زي ما حكينا بعد التحديد بختار السكيل، ومن النقطة الوسطية بوصل لحد الجدار وبترك، برجع للرو زي ما انتم شايفين، شباك سلايدينج 100% راكب واموره تمام، والفريم تبعه موجود وكله موجود. هاي نفس الطريقة، راح اختار الشباك الثالث والأخير اللي هو الفيكس تبع الحمام، وأورجيكم كيف بركب عشان بعدين أبعث لكم الروابط. هاي الشباك الفيكس راح أخذه كنترول سي، ونرجع على الموديل تاعنا كنترول في، وهاي الشباك وراح أفوته لجوه شوي عشان يعطي ثيكنس 100%. هيك برضه ركب معنا الشباك الفيكس، وهيك بنكون خلصنا الشبابيك. هلا راح احط لكم رابط الاشياء اللي حكينا فيها في التشات، رابط الاشياء اللي حكينا فيها في التشات بتقدروا تنزلوها وعشان تصير موجودة عندكم. وخلال هاي الفترة انا راح اخذ الاسئلة اذا حدا عنده اسئلة.
طيب يا جماعة، هاي في انتبهوا على الشات، راح تلاقوا الرابط على الميديا فاير في الثلاث فايلات اللي أنا اشتغلت عليهم. انتبهوا على الرابط اللي موجود في الشات، هذا للميديا فاير في الثلاث فايلات اللي أنا اشتغلت عليهم. هلأ بنرجع للأسئلة. تمام، كيف دخلت بلوك الباب؟ لأنه النت قطع عندي. صديقي نفس طريقة الشباك، كنترول سي كنترول في فقط. لو ما تحط لنا الروابط هون وتخليهم على جروب بكون أفضل. طيب ما في مشكلة، أنا بنزلكم ياهم على جروب كمان، ولكن هلأ اللي بده ياهم هلأ هيهم موجودين. يزن أوكي. جروب الفيس معمول، اللي بيسأل عن جروب الفيس معمول وجاهز. ممكن استفسار تسجيل المحاضرات، راح تبعتوا لنا اياه ولا لا؟ يا جماعة هلا التسجيل احنا عم بنسجل، ولكن صدقا عم بيكون كتير شغلات مقطوعة ومش واضحة وفيهم مشاكل التسجيل، لهيك يعني على الأغلب إذا في إشي يسألونا اياه على الجروب بكون أحسن. في أشياء لونها أبيض وأشياء لونها أزرق، بتفرق عند تلبيس الماتيريال. هاي الشبابيك اللي لونها ابيض وازرق ممكن احنا نعدلهم على الماتيريال، يعني انت عادي بتقدر تضغط دبل كليك جوا الجروب وبتعدل الماتيريال عادي، بتختار الماتيريال اللي بدك اياها ما في مشكلة. شو اسم الموقع اللي تنزل بلوكات؟ اسم الموقع راح اكتب لكم اياه برضه هون، 3D Warehouse. هذا 3D Warehouse أصلاً موقع مرتبط بالسكتشوب، وأغلب البلوكات بننزلها منه. ممكن تبعتوا لينك للجروب. يا جماعة إحنا بناخد حضور وغياب، اللي ما بيضلوا موجود معنا وبسجل حضور ما راح ياخد شهادة. لهيك إحنا بآخر المحاضرة بنبعت رابط للحضور والغياب، بيحتوي رابط محاضرة بكرة وبيحتوي رابط جروب الفيس. يا جماعة اللي عم يبعت إنه أنا والله من نص ساعة فصل عندي النت ومن ربع ساعة فصل عندي النت، صراحة صعب يعني إنه نعيد، ما بقدر إنه أعيد تلت ساعة. لو سألتني عن شغلة ممكن، أما تلت ساعة وربع ساعة صعب. شو اللي عملناه؟ رجعنا امبارح، رجعنا الأبواب والشبابيك، رجعنا الأبواب والشبابيك، بس كيف نرفعهم بطريقة أسهل وأسرع، هذا اللي أخذناه. هلا بنقدر ننزل اي بلوك؟ طبعا اي بلوك بتقدر تنزله ما في اي مشكلة. اوكي انا حكيت ما راح اعيد. اوكي فهمت عليك، انت سألتني شو اللي اخذناه. اللي اخذناه مراجعة لامبارح، فصلنا الجدران الداخلية والخارجية عن بعض بالاوتوكاد عشان لما نفوتهم على السكتشوب بيكون كتير سريع بالسحب والرفع. جروب الفيس وين راح ننشره؟ آخر المحاضرة مع تسجيل الحضور والغياب بيكون موجود رابط الفيس. بصير لقدام نرفع كونتور مع السايت؟ طبعا بنقدر نرفع كونتور، بس على الأغلب إذا لحقنا بكرة ممكن ناخذها، بس ما والله صراحة صعب شوي، أتوقع إنه ما بنلحق. إذا لحقنا بناخذها. الجدران اللي رفعتها طلعت كمان بالرسمة اللي عملتها كوبي، عادي هذا الإشي. كيف يعني الجدران اللي رفعتها طلعت كمان بالرسمة اللي عملت لها كوبي؟ هذا الإشي عادي أو لا؟ مش فاهم عليك. لم يتم نشره الآن في آخر محاضرة أوكي بكرة آخر محاضرة. إحنا حكينا المحاضرة 3 أيام صراحة، اللي هي 12 ساعة، أو حتى هي أقل 6 ساعات، مش 12 ساعة 6 ساعات. كيف رح نرفع قطعة أرض مع المناسيب الطوابق، زي مثلا لما يكون في رامبا بالشارع؟ هلا صديقي احنا بنرفع الموديل الاساسي، دائما طريقه العمل نرفع الموديل الاساسي لحال ومنجهز قطعه الارض لحال. هلا الافكار هي نفسها، يعني انت خطوط الكونتور بتكون عباره عن كونتور مغلق بس بتعمل لهم اكسترود، وهيك بصير معك كونتور.
بعدين في طرق معينة كيف تحط الساند بحيث انه يسويها ميلان مش قطع كونتور زي المجسمات اللي كنا نعملها بالجامعة. وبعدين بتركب الأرض بالحفر، فأنت بالآخر بدك تحفر الأرض، يعني بالنهاية أنت ما راح تركب المبنى على أرض مايلة، بالآخر راح تحفر في الأرض عشان يركب معك المبنى بطريقة صحيحة، فأنت لازم المبنى يكون عندك جاهز. ما في محاضرات للرندر، إن شاء الله بدنا نسوي دورة جديدة للرندر في حال اللجنة كانت أمورها مرتبة. لو تشرح لنا بكرة أشياء عن عمل السايت منشوف كيف الوضع، لأنه في أشياء أهم صراحة، يعني اليوم رح نحكي بعدة أشياء أهم، عشان هيك منشوف موضوع السايت لبكرة. يعني هلأ بدنا نركز مع بعض، في أشياء كتير مهمة يا جماعة هلأ رح نحكيها. أغلب الأشياء اللي حكيناها لغاية الآن بسيطة وسهلة، ممكن يكون في أشياء أهم. في رندر لوميان منشوف ممكن لقدام، عملت كوبي لفايل الكاد وبلشت ارسم الجدران وارفعها، لقيتها مرفوعة كمان بالنسخة اللينكد الاولى منهم. يا جماعة ركزوا معي، في عنا هلا بدنا نحكي عن شغلة مهمة، اللي بيحكي لي انا لما رفعت جدران ارتفعت بالمنطقة الثانية، انا هلا راح احكي لكم ليش. تمام ركزوا معاي بالله، هلا رح نحكي شغله كثير مهمه بتبين لكم شو الفرق او ليش صار معكم هيك. الناس اللي اجت ترفع وما زبط معها او رفعت النسختين، انا بحكي لكم ليش. رح اخلي هذا الموديل وامسح الباقي. طيب انتبهوا معي يا جماعة، هلأ هذا جروب واحنا اتفقنا انه جروب عملناه صح؟ بدنا نعرف هلأ شو الفرق بين الجروب وبين الكومبوننت. بدنا نعرف شو الفرق بين الجروب وبين الكومبوننت. راح ابسط لكم الموضوع، ابلش اشرح على اشي اصغر واسهل وبعدين نرجع للجدران والاشياء اللي فيها تحريك. عندي جسم ثلاثي الأبعاد، راح أعمل منه كوبي تريبل كليك موف، بنفعل الأكس، هي أخذت منه كوبي. نفس الجسم نفسه 100%، راح أعمل واحد منهم جروب وواحد منهم كومبوننت عشان نعرف شو الفرق بين التنين. تريبل كليك رايت كليك ميك كومبوننت، راح اسميها كومبوننت 1 كرييت. تريبل كليك رايت كليك ميك جروب، اذا هاي كومبوننت وهاي جروب، هاي كومبوننت وهاي جروب. راح اخذ من التنتين كوبي على المحور الثاني. اوكي اذا هدول الاثنين عندنا كومبوننت وهدول الاثنين عندنا جروب، تمام؟ هدول الاثنين جروب وهدول الاثنين كومبوننت، يعني هاي كوبي عن هدول. اوكي هاي كومبوننت وهاي كوبي عنها، هاي جروب وهاي كوبي عنها. لما نعدل على الكومبوننت انتبهوا عم يشتغل على التنتين مع بعض، يعني زي سيستم البلوك بالاوتوكاد، زي سيستم البلوك بالاوتوكاد. اي نسخه انت عاملها من الكومبوننت راح تتعدل كيف بلوكات الاوتوكاد كلهم بتعدلوا مع بعض زي هيك، بينما الجروب لو انا عدلت على وحده ما بتعدل على الثاني، ما بتعدل على الثاني. زي ما انتم ملاحظين الجروب لو اخذت منه كوبي ما بتعدل،
بينما الكومبوننت أي تعديل بجري عليه بتعدل على كل الكومبوننت المأخوذين كوبي منه. وصلت الفكرة؟ أكثر من حدا سألني عن الكومبوننت والجروب، وهذا هو الجواب إنه شو الفرق بين الجروب والكومبوننت. الكومبوننت هي نفس الجروب كمبدأ، إنه التنتين بيحولوا الجسم لقطعة مفصولة عن بقية الشغل اللي بالفايل، يعني زي فكرة البلوك، التنتين زي فكرة البلوك. بس الكومبوننت إذا عدلت على أي كومبوننت من النسخ راح يتعدل على الجميع. الجروب كل واحدة مفصولة عن الثانية، لهيك اللي سألني وحكالي لما أنا رفعت الجدران ارتفعوا بالنسخة الثانية، أنت كنت عاملهم كومبوننت مش جروب. هذا هو الفرق، أنت كنت عاملهم كومبوننت مش جروب، عشان هيك ارتفعوا معك بالنسختين. طيب يا جماعة، الكل بيحكي عن السايت كونتور، ممكن نخصص له وقت بكرة إن شاء الله. هلأ بالنسبة للأشياء اللي شرحناها هلأ، تمام؟ متفقين عليها؟ بالنسبة للأشياء اللي شرحناها لهلأ، متفقين عليها؟ في مشاكل بالفرق بين الجروب والكومبوننت؟ تمام. رح ناخد شغلة تانية، تتذكروا الكوبي لما حكينا إنه بالموف بنقدر ناخد كوبي مسافة معينة، مثلا هون أنا رح آخد هاي 100 إنتر، شايفين؟ إذا أنا بدي أكرر نفس المسافة بشكل منتظم، بدي أكرر نفس الكوبي بشكل منتظم، في شغلة كتير حلوة بالسكتش أب، إنه بعد ما تعمل كوبي إذا ما كنت كابس ولا إشي بس كوبي عملت، اضغط اكس وضرب العدد اللي بدك اياه. مثلا انا بدي 3، انتر، اعطاني 3 نسخ بدال ما هي واحده. وإشي احلى واحلى انك بتقدر تعدل هذا الإشي، يعني انا بعد ما كبست اكتشفت انه لا مش 3، 5 اكس 5 انتر عم يعطيني 5، اكس 10 انتر عم يعطيني 10، اكس 1 انتر برجع لنسخه واحده. شو الشرط؟ زي ما حكينا، بتختار العنصر اللي بدك اياه، تعمل موف، بعدين بتحولها لكوبي عن طريق الكنترول على الاكس اللي بدك اياه، بتحط المسافه اللي بدك اياها، بعدين اكس العدد اللي بدك اياه. ولو انت اكتشفت انه العدد مش تمام وكنت لسه مش كابس ولا شيء تاني، بتقدر ترجع تعدل، بس اكبس اكس والرقم الجديد اللي بدك اياه وهو مباشره بحول. فهاي شغلة كتير مهمة، إنه أنا مع الموف بقدر أستخدم إكس وعدد التكرار اللي أنا بدي إياه بنفس الرتم اللي إحنا كنا عم نستعمله. طيب في شغلة تانية مهمة بدنا نحكي عنها، بالنسبة للدائرة. الدائرة في السكتش اب يا جماعة كتير ناس بتعاني منها خلال الشغل والرفع، انه زي ما انتم ملاحظين بتكون مبينة انها خطوط، بتكون مبينة انها خطوط. يعني احنا هون لو رفعنا هاي الدائرة زي ما انتم ملاحظين هي عبارة عن تكسيرات، تمام؟ حتى اذا بدي ابين لكم الهيدن، هاي من الفيو شو هيدن جيومتري، زي ما انتم شايفين هي عبارة عن خطوط مكسرة في الدائرة، وهذا الحكي بيسوي لنا مشاكل كتير خلال الشغل. شو الحل؟ في كتير ناس بيسأل شو الحل. الحل جدا بسيط، الحل جدا بسيط. خليني بس اشوف شو الأسئلة اللي اجت. الرابط اللي بعتناه للبلوكات، في ناس بحكي انه ما رضي ينزل. يا جماعة في حد نزل معاه الرابط؟ بس اعطونا انه اوكي. هاي الشباب بيحكوا نزل، هاي الشباب بيحكوا نزل. صراحة يعني الرابط شغل، فالله بعينك ارجع اتأكد من الموضوع. تمام.
كيف بدنا نعمل العقدة؟ هلأ بنرجع للعقدة، ما تحكي نعم، هسا بنرجع للعقدة. شو الهدف اللي بيخليني أعمل جروب أو كومبوننت؟ أنا بحكي لك إذا في إشي رح يتكرر كتير، يعني مثلا إذا أنا عندي إيش بدي أحكي لك إشي بتكرر، مثلا عندي مبنى سيمتري أربع جهات منه متطابقة ومبنى كتير كبير، أنا بشتغل منه ربع المبنى بس وبعدين بعمل ميرور لبقية الأجزاء، وهيك أنا أي إشي بعدله على ربع المبنى هاد بتعدل على كل الأرباع. يعني لو أنا عندي سيمتري زي هيك بهاي الدائرة، اشتغلت بس هذا الربع وحطيت فيه بواب وشبابيك، بعدين عملت ميرور لهذا الربع للنص الثاني، وبعدين النصين كاملات عملت لهم ميرور، راح تلاقي المبنى كله جهز وانت اشتغلت بس الربع مش الكل. هلا طبعا مش بس مبنى، كثير شغلات بتستفيد منها اذا كانت كومبوننت، مثلا اذا بدك تعدل على اثاث انت حاطط طاولات بمكاتب وفجأة اكتشفت انه هاي الطاولة بدك تصغرها، اذا كانت كومبوننت صغر واحدة بتصغر الكل، اذا كانت جروب لا مش راح تقدر. كيف التكرار؟ ما زبط التكرار. اوكي انا بحكي لك صديقي العزيز، اختار الجسم اللي بدك اياه، نختار امر موف، نقطة مرجعية مع كنترول منحرك، زي ما انت ملاحظ، بس راح نختار الاكس كمان عشان ما يتحرك معنا. هلا مع كنترول صار كوبي، انا بدخل المسافة اللي بدي اياها، مثلا 100 انتر، يعني انت لازم تدخل اول مسافة، لازم تدخلها اول مسافة، يعني الكوبي الاول لازم انت تعمل كوبي، عملنا الكوبي الاول، بعد الكوبي الاول اضغط اكس وعدد الكوبيات اللي بدك اياها، اكس وعدد الكوبيات اللي بدك اياها، تمام؟ يعني احنا بس اللي بهمنا انه تعمل اول كوبي، عملنا سيلكت موف كنترول، حددنا المسار المسافة، هاي اول كوبي، بعدين اكس وعدد الكوبيات اللي بدك اياها، هاي هي الطريقة اللي بنعمل فيها الكوبي. طيب تمام، رح نرجع للدائرة ونحكي كيف نحل الموضوع بتاعها، لانه كتير ناس بتغلب خلال الشغل. كيف بنحل هذا الموضوع؟ الموضوع جدا سهل وبسيط، بس مش كتير ناس بتعرفه، انه لما نختار الدائرة قبل ما نرسمها انتبه على عدد الاضلاع، هون هو 24، 24 بعطيك دائرة مكسرة. انا بقترح عليكم انه نختار العدد ما بين 80 ل 360. هلا انت كل ما زدت الرقم بزيد التحميل، كل ما زدت الرقم بزيد التحميل على البرنامج، لهيك انت من 80 المينيمم اعتبرها ل 360، انا راح اسويها 80. طبعا هون راح اختار 80 انتر اللي هي عدد السلايدز، بعدين اسوي الدائرة اللي انا بدي اياها. زي ما انتم ملاحظين لما نقرب عليهم في فرق كتير كبير بين الدائرتين، في فرق كتير كبير، واحدة دائرة 100% مكتملة وواحدة مكسرة. هلأ لما نرفع شوفوا الفرق، لما نشغل الهيدن لهيك انت كل ما زدت عدد السايد كل ما كانت الدائرة عندك افضل، يعني انا هون بدال 80 بدي اخليها 360، وراح ارفع الثلاث دوائر عشان افرجيكم الفرق بينهم. طلعوا هون كيف كل ما زدنا عدد تقسيمات راح يطلع الشكل افضل، راح اشيل الهيدن، هاي الدائرة 100%، هاي الدائرة مكسرة، فرق جدا واضح. لهيك انت بتتحكم بالدائرة من عدد السايدز اللي بتقسمها لها. تمام، في حد عنده سؤال على اللي حكيناه له هلا؟
الميجرمنت او الاقسام موجود، موجود دائما دائما موجود بال سكتش اب، واذا مش موجود بتقدر تطوله من التول بار. كيف احدد عددهم؟ بس بتضغط عليه، هاي انا اخترت دائره، باجي عند العدد بضغط عليه، بضغط عليه هون في هذا المربع، وبعدين بدخل الرقم اللي بدي اياه. هاي راح ارجعه ل 24. اكيد اكيد، اللي بيحكي انه حسب معرفتي انه بزيد وقت الريندر. هلا احنا حكينا يا جماعه انه هذا بزيد الثقل على الجهاز، عشان هيك انا حكيت لكم من 80 ل 360، ممكن تحطوها 50 برضو بتطلع معقوله، اهون من ال 24. بس الفكره ايش؟ الفكره انه انا بالنهايه ما حدا بتقبل انه شكل اسطواني او دائري تطلع له اياه على شكل مضلع مكسر، ما حدا بيقبل بالرندر بهذا الاشي. في كتير ناس بيعمل زوم ان زوم اوت، بكبر الشوت اللي انت عامله، فاذا بين معك انه مكسر او مضلع ما راح يقبله منك. فعشان هيك احنا بنضطر نزيد. هلا كم تزيد هذا اشي نسبي، هذا اشي فعلا زي ما تفضل صديقنا وحكى انه بيأثر على الحمل اللي على البرنامج، بس احنا عشان هيك حكينا لكم من 80 ل 360، ممكن تحطها 50 اذا مثلا كثير مستثقل ال 80. كيف ممكن احدد قطر الدائره؟ قطر الدائره صديقي بسيط جدا، بتضغط اول نقطه اللي هي السنتر، وبعدين بتضغط نصف القطر، مثلا 20، هاي نصف قطرها، هاي راح يكون 20. هاي عشان نتاكد، هاي شايف 20، فهو إشي بسيط كتير، بتختار السنتر وبعدين بتحدد نصف القطر. إيش ممكن نرسم دائرة؟ ندخل 100 دولار عشان نخفي الخطوط. كيف نعمل شكل كروي؟ كيف نعمل شكل كروي؟ أوكي حاضر. الشكل الكروي يا جماعة راح نحكيه هلأ، في إشي كتير مهم، في إشي كتير مهم بدنا نحكيه هلأ. في أمر اسمه follow me، في أمر اسمه follow me، تمام. أمر الفولو مي شو بيعمل؟ إذا اللي يعني بدنا نعمل شكل معين بحيث انه يلف على جسم، كيف؟ زي الكورنيش، كيف الكورنيش بلف على التصوينة؟ يعني انا بدي افرض انه هاي عندي انا تصوينة، هاي 10.10، هاي عندي ريكتانجل 10.10، طيب يا جماعة هاي عندي أنا ريكتانجل 10.10، أوكي هذا الريكتانجل 10.10 بدي آخذ منه أوفست. هسا أمر الأوفست بدنا نركز فيه مع بعض، كتير سهل كتير بسيط، بس بدنا نركز فيه مع بعض. هذا هو أمر الأوفست، هذا هو أمر الأوفست،
من الأوفست بتضغط عليه تختار حدود الشكل اللي بدك تسوي له أوفست. يعني أنا هون لو ضغطت على أي خط من الأربعة خطوط اللي بيشكلوا الشكل عندي مباشرة راح يختار لي إياه. طبعا أنت بس جرب على الشكل، هو أوتوماتيك بعطيك النقطة المرجعية للخطوط هاي. ون كليك، بعد الون كليك بدك تختار إنه الأوفست داخلي أو خارجي، خارجي أو داخلي، وبتدخل الرقم اللي بدك إياه. فلنفرض إنه 0.3. هاي كنترول زد، هاي اوفست، هاي بوينت 3، تمام. هاي انا عندي بدي افترض انها التصوينه، هيني راح ارفعها، هاي متر، هاي هي التصوينه اللي موجوده عندي. اوكي، هلا لما بدنا نعمل هذا الامر اللي حكيت لكم عنه، مثلا اللي هي بدها تكون خلينا نحكي كورنيشة، رح نرسمها كسكشن على واحد من الأضلاع. طبعا رح نفعل الرو زي ما احنا متفقين، ورح أدخل المسافات بشكل تقريبي. بس عشان يطلع السنس، أنا عم بعيد بس عشان يطلع السنس تقريبا، تمام. تمام، شايفين يا جماعة أنا رسمت سكشن في هاي الكورنيش اللي بدي أعملها. أوكي، راح أختار الأضلاع اللي بدي يمشي عليها هذا الشكل، راح أختار الأضلاع اللي بدي يمشي عليها هذا الشكل. بعد ما اختارهم في امر اسمه follow me، اسمه follow me. هذا الامر بعد ما اختاره بختار الشكل اللي بدي اياه. زي ما انتم ملاحظين صار عندي كورنيش كتير مرتبة وكتير حلوة. اللي سألني كيف بنشتغل هاي الامور، الموضوع بسيط، رح ارجع اعيد لك. انت بترسم سكشن وبعدين بتختار المسار اللي بدك اياه يمشي عليه هذا السكشن. كيف يعني؟ نرجع نحكي مثلا انا بدي اسوي شكل يكون اسطواني او دائري، تمام. راح اجي ارسم سكشن لهذا الشكل، فلنفرض هاي المحور تبعه، تمام. راح اجي ارسم هذا السكشن، ملاحظين هذا الشكل؟ راح أرسم دائرة، راح أختار الشكل اللي أنا بدي إياه، بعدين أحكي له follow me وأختار الدائرة.
تمام، راح اختار الدائرة كولومي وبعدين الشكل اللي بدي اياه. ترتيب الخطوات، تختار الشكل اللي بدك يتبعه الجسم، محور الدوران اللي بدك يتبعه الجسم نختاره، بعدين بنختار الفولومي، بعدين بنختار الجسم نفسه او السكشن اللي بدنا اياه يلف بهذا الاتجاه. زي ما انتم ملاحظين مباشرة بعطيك الشكل اللي انت محتاجه والشكل اللي بدك اياه. يعني اللي سألني كيف بنعمل الاشياء الكيربي، على الاغلب معظم الشغلات الكيرفات بتنشغل زي هيك. هلا احنا شرط نعمل 360 درجة؟ لا، انت بترسم المحور اللي بناسبك وهو بتبعه الجسم. يعني زي هاي الكورنيشة انا رسمت المقطع فيها، حددت الاضلاع اللي بدي اياه يمشي عليها، وبعدين اخترت الفولومي واخترت نفس السكشن، ومباشرة هو بتفاعل مع الموضوع وبختار المسار اللي بدك اياه لهذا السكشن. تمام، في حد يا جماعة عنده أسئلة لهون؟ في حد يا جماعة عنده أسئلة لهون؟ شو بعمل لحتى يثبت الاكسس معاي؟ بالاسهم، بالاسهم بالروز، السهم اللي لفوق بحدد الزد، اليمين بحدد الاكس، الشمال بحدد الواي. كيف نعمل شكل قبة؟ حكينا هلا بالفولومي راح نعمل قبة وراح نعمل كرة. تمام، هاي دائرة بحدد فيها اول اشي هاي الدائرة المسار اللي بدي امشي عليه عشان الكرة. طبعا زي ما حكينا الافضل انك ما تخليها مكسرة، لهيك انا راح اضغط عليها واحدد السايز ب 300، وهاي هي الدائرة اللي بدي اياها. الشغلة الثانية برفع منها محور السنتر على الزد، والإشي الأخير طبعا في شغلة كتير مهمة، إنه إحنا لما بدنا نرسم دائرة تمام من هذا المحور اللي على الزد، راح آخذ من هذا المحور على الزد راح آخذ دائرة بنصف قطر أنا بدي إياه للكرة، نص اللي بدي إياه للكرة. تمام، راح أحدده مثلا خلينا نحكي 30، هي 30. راح أمسح الأشياء اللي زيادة كلها، تمام. راح أختار زي ما أنتم شايفين صارت الدائرة موجودة بالنص، راح أختار الدائرة اللي تحت على الأرضية، فولو مي، بعدين الدائرة اللي فوق. طبعا عم يحمل، نستناه شوي عبين ما يحمل. طيب خلينا نشوف أسئلة قبل ما يحمل شوي. هلا أنا لأني زدتهم على 300 كتير كان على كرة، يعني كان ممكن على أشياء أسطوانية بيطلع كتير بسيط، بس على كرة كتير كتير كبير. كيف بنعمل الشباك أو فتحة في الشكل الدائري؟ هاي خليها لبكرة، هاي خليها لبكرة كيف بنعمل في الشكل الدائري، لأنه بدنا نستخدم هو بالسكتشب العادي ما بزبط،
إلا إنك تفرغ كتلتين من بعض، وهلأ بنحكي هاي كيف، ولكن في طريقة أسهل بكرة بنحكي فيها. فولو مي لازم يكون اكسبلودد صح؟ المفروض بيكون أشكال ما بيكون جروب. ممكن نعمل التصوينة للبلان اللي بنشتغل عليه، احنا عملنا التصوينة، ضل نعمل العقدة. طيب يا جماعة، بما انه كتير طول، انا راح افصل البرنامج وراح ارجع لدائرة تبكال عشان اورجيكم الكرة بشكل سريع. طيب يا جماعة، علق الجهاز، فأنا اضطريت أطفي السكتش أب. راح أرجع أشتغل نفس الإشي اللي عملته قبل شوي. طيب راح اختار الدائرة السفلية فولو مي، بعدين الدائرة العلوية. زي ما انتم ملاحظين بيطلع عنا كرة مباشرة. طبعا زي ما حكينا نفس الملاحظات، انه هاي التكسيرات بسبب الدائرة نفسها، هاي التكسيرات بسبب الدائرة نفسها. هلا كيف نعمل قبة؟ نفس الاشي بس بطريقة عكسية. يعني لو انا اجيت حكيت بدي هاي الدائرة هي تكون القبة تاعتي، تمام؟ فأنا باجي برسم نصف دائرة، مش دائرة كاملة. برسم نصف دائرة مش دائرة كاملة، وبمسح الزيادات كلها.
طيب يا جماعة، شايفين هذا السكشن؟ هذا هو نفس سكشن القبة، فأنا راح أختار المسار اللي تحت، follow me، وبضغط عليه. هيك صار عندي قبة زي ما أنتم ملاحظين. راح أمسح الدائرة عشان تقدروا تشوفوها، قبة 100%، أمورها تمام. فإحنا بس الفرق بالسكشن، الفرق بالسكشن، بدال ما هو دائرة كاملة عملنا ربع دائرة أو نص دائرة. وهذا الحكي بعطينا القبة. راح أحدد الدائرة اللي تحت، follow me section، بعطيني قبة بشكل مباشر. هاي الطريقة اللي بنشتغل فيها القبة. طبعا زي ما حكينا، هاي التكسيرات نرجع لنفس الموضوع، زيد عدد قطع الدائرة. طب يا جماعة، الزوم اوت كتير بطيء، حاول خلي جسم موجود عليه المؤشر لما تعمل زوم ان وزوم اوت. يعني لما تعمل زوم ان وزوم اوت وانت بعيد كتير عن الجسم، كتير مرات بيكون بطيء. حاول خلي المؤشر قريب من جسم او كتلة واعمل زوم ان وزوم اوت، بيكون اسرع معك. كيف نعطي القبة ثيكنس؟ هذا موضوع بسيط وسهل. هلا نفس السكشن اللي احنا عملناه، هاد بناخذ له اوفست، بناخذ له اوفست، هاي اوفست. طبعا انت خذ الاوفست اللي بناسبك، خذ الاوفست اللي بناسبك. فلنفرض انه بوينت 17 مثلا او بوينت 20، هاي بوينت 20. اوكي، راح اجي امسح الخط لزيادة. هاي اوفست 20، راح امسح لزيادة. اوكي، وهلا راح اسوي لها طيب يا جماعة، هاي اوفست، بنعيد الخطوات. هاي اوفست بوينت 2، راح اخذ خط طبعا هون بسبب التكسيرات زي ما انتم ملاحظين عم بسوي لنا مشاكل. بسبب هاي التكسيرات عم بسوي لنا مشاكل كثيرة. طيب يا جماعة، كثير غلبتنا هاي الدائرة لأنه فيها تكسيرات. راح نعيد نفس الحركة بس مع آرك. هاي آرك،
هي ار تمام. وهاي الزيادات وهاي اوفست منه وهاي خط عشان نسكر الشكل. هيك صارت أمورنا تمام. بس لما ناخذ هذا الثيكنس، هذا هو الشكل اللي غلبنا عملناه بالآخر، ناخذ الدائرة اللي تحت اللي هي المسار فولو مي، نضغط عليه وهيك بيكون طبعا هون، لأنه في عندنا الفيرس. اوكي راح اخذ الدائرة فولو مي والشكل زي ما انتم ملاحظين صار لها ثيكنس. طبعا قبل شوي لما طلع انه في مشكلة بالثيكنس، لانها كانت الدائرة موجودة على الايدج على الحفة بالضبط، اما هيك زي ما انتم ملاحظين هي لها ثيكنس وامورها تمام و100% وامورها واضحة كقبة. اوكي اذا احنا بس الفكرة بالسكشن، بنعمل السكشن وبنحط المسار اللي بدنا نشتغل عليه، وبعدين بنختار المسار فولو مي وبنضغط على السكشن. اوكي وطبعا بنشيل بالاخر الدائرة او المسار اللي كنا حاطينه. طيب هاد اللي سألني عن القبة، كيف نعمل الجريد ستراكتشر؟ اوكي هلا يا جماعه في عندنا كمان كم شغله لازم ناخذهم بما انه داهمنا الوقت. اول شيء بدنا نرجع نحكي كيف بنعمل ال عقده، حكينا انه لازم نرجع نحكي كيف عملنا العقده. هلا بما انه هدول جروب تمام، قصة العقد كتير سهلة، باللاين ترسم فوق الجروب على الأجزاء الداخلية للجدار الخارجي. تمام طبعا هلا عشان نبعد عن الجروب نختار الجروب، نعمل موف لمسافة معينة وهيك صار عندنا الاوتلاين للعقدة، بس بنعطيه ثيكنس
للأسفل أو الأعلى حسب أنت شو بدك 0.25، وهاي هي العقدة. بس بنعملها جروب، تريبل كليك جروب، وبنرجعها مكانها. طبعا هذا الموديل القديم، الموديل الجديد أنا ما سيفته، فهاد هو الموديل القديم. لما علق الجهاز وفصل ما سيفنا الموديل اللي اشتغلنا عليه هلأ، فراح يكون بدون تصوين، راح يكون بدون تصوين. بينما فعليا احنا القديم كان زي هيك. شايفين كان زي هيك، وهدول طبعا مسكرات لعند الشبابيك، كانوا مسكرات لعند الشبابيك. فهاي هي الطريقة اللي بتشتغل فيها العقدة، تطلع مسكرة مع التصوينة 100%. طبعا احنا هدول بالموديل اللي اشتغلناه قبل شوي سكرناهم، يعني راح يكونوا مسكرات مش راح يكونوا زي هيك. هاي هي فكرة العقد، كتير سهلة وكتير بسيطة، وهيك بيطلع شكلها النهائي من هاي الواجهة زي هيك. تمام؟ في حد عنده أي سؤال على هذا الإشي؟ في حد عنده أي سؤال على هذا الإشي يا جماعة؟ كيف نعمل أسقف مائلة؟ كيف نعمل أسقف مائلة؟ طيب يا جماعة، هلأ في إشي كتير مهم، إنه إذا عندنا سقف مائل، هلأ أنتوا إذا قصدكم بالسقف المائل ميلان عادي ولا القشور اللي زي اللي بتستخدمها زي حديد؟ هلأ السقف المائل العادي بكل بساطة أنت بتجيب له سكشن للعقدة، فلنفرض إنها بهاي الطريقة. وبتعمل لها اكسترود على المبنى. هاي هي الفكرة للأسقف المائلة إذا كان باتجاه واحد أو باتجاهين. هلأ في إشي كتير مهم نحكيه، اللي هو كيف تعمل ميرور. هسا أمر ميرور مش موجود في سكتشب، أمر ميرور مش موجود في السكتشب. لهيك إحنا عادة نستعيض عن أمر ميرور بطريقة مثالية، اللي هي لو عندي أنا شكل معين، جسم معين، طبعا هون رح ناخد مسافات صحيحة عشان لما نشتغل عليها تكون 100%. هاي 10.10، اوكي، وهاي راح نرفعه كمان 10، هاي كيوب. اوكي، هذا الكيوب راح اعمل فيه هون، زي تفريغ، وهون راح أعمل فيه كتلة باردة. شايفين هذا الكيوب؟ لو بدي أعمل له ميرور، أول إشي راح أسويه جروب. ثاني إشي بالسكيل، بعمل له من هذا الطرف ل هذا الطرف بمقدار ماينس واحد. ماينس واحد يعني عكس لي اياه بمقدار واحد، راح يعطيني ميرور للشكل. يعني هاي الشكل الاصلي بدي اخذ عنه كوبي عشان تقارنه بين التنين. راح اعمل ميرور، بختار الشكل سكيل من النقطة الوسطية للجهة اللي بدي اعمل منها ميرور، ماينس واحد، انتر. زي ما انتم ملاحظين عمل لي ميرور. راح اعمل ميرور للشكلين مع بعض، سكيل
ماينس واحد، زي ما انتم ملاحظين صارت الفتحة على هاي الجهة. فهاي الطريقة اللي احنا بنعمل فيها مرور، نختار العنصر اللي بدنا اياه، بنعمل سكيل، بنحدد المحور اللي بدنا نسوي عليه ميرور يمين او شمال، وبعدين بنختار ماينس 1. في حد عنده سؤال على هاي الشغلات لغاية هلا؟ هلا الأثقب القشرية موجودة ورح نجيها، بس يعني مش اليوم، بكرة. احنا حكينا في أشياء محددة لازم ناخذها اليوم، يعني لغاية الآن خلصنا الدائرة، الميرور، كيف نعمل هاي الشغلات كلها، تكرار بالإكس، الأسقف، الجدران، الشبابيك، البواب، البلوكات، الفرق بين الكومبوننت والجروب. حكينا عن الألاين، أوكي. طيب هلا ضل شغلة كتير مهمة، بدنا نحكي بالأدراج، كيف نشتغل الأدراج. الأدراج لها كتير أنواع وكتير أشكال، وبالنسبة للأدراج يعني في لها كتير طرق إنك تشتغلها، بس أنا بفضل طريقة محددة اللي هي، فلنفرض إنه لو كان عندنا هون عادة بنشتغلهم إحنا درجة درجة، يعني لو أجي أحكي عندي متر في بوينت 3، هاي درجة، راح أتأكد من قياساتها، متر بوينت 3، أوكي عندي هاي الدرجة. هلا أنا لما أجي أشتغلها كدرجة، أول إشي بعمله إني بحدد عدد الدرجات اللي بدي أشتغلهم، بحدد عدد الدرجات اللي بدي أشتغلهم. كيف؟ أنا بحكي لكم كيف. أول إشي أنا بحدد الارتفاع اللي بدي إياه، فلنفرض إنه هذا الارتفاع اللي أنا بدي إياه 4 متر، هاي 4 انتر، أنا هذا الخط عندي 4، أوكي؟ بضغط عليه رايت كليك وبعمل ديفايد، شايفين هاي ديفايد، هاي ديفايد. هلا ديفايد انت بتقدر تختار عدد الدرجات اللي بدك اياهم، فلنفرض 24، فلنفرض انه 24 بقسم لك الخط ل 24 جزء، قسم لك الخط ل 24 جزء، زي ما انتم ملاحظين بصير في عنا اجزاء مقسم لها الخط. فنفس الديفايد في الكاد، انت بتقدر تقسم للاشي اللي بدك اياه. بناء على ذلك انا برفع اول درجة لمقدار اول خط اللي هو انا هيو راح اخده، راح افصله عن بقية الخط، كوبي، وراح ارفع الدرجة بهذا المقدار المناسب، اوكي؟ صار عندي درجة ارتفاعها المناسب بكل اشي فيها، خلاص بطلت بحاجة لهذا الاشي. اول اشي بعمله اني بعمل هاي الدرجة كومبوننت وليس جروب، كومبوننت. راح اعمل تريبل كليك، رايت كليك، ميك كومبوننت، اوكي؟ وراح اسميها اس تي. وهاي هي الكومبوننت اللي موجودة عندي. هلا كيف بكرر عدد الدرجات اللي موجودة؟ أول إشي راح أعتبر إنه في عندي الشاحط الأول، راح أخذ كوبي لهاي الدرجة من الزاوية هاي، كنترول للزاوية هاي. الشاحط الأول عادة 12 درجة، فأنا راح أضغط إكس 11 اللي هي 11 نسخة، والدرجة الأصلية عندي 12. نتأكد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، 100% خلص عندي الشاحط الأول للدرج، تمام. هلا دائما عشان نساوي خلينا نحكي الدرج بطريقة صحيحة، انت بهمك الدرجة ال 12 اللي هي تكون بسطة، اللي هي تكون بسطة. لهيك انا هاي الدرجة راح اضغط عليها رايت كليك واعمل اشي اسميه ميك يونيك. شو يعني ميك يونيك؟ هلا احنا اتفقنا انه اي اشي بنعدله على الدرجات بتعدل على الكل، صح؟ يعني انا لو هاي عدلت عليها، انتبهوا على الكل،
راح يتعدلوا، الكل بيتعدل مع بعض. لهيك أنا البسطة النهائية ما بدي إياها نفس الدرجة هاي، راح أجي أضغط عليها وأعمل رايت كليك ميك يونيك، هيك صارت مختلفة. لو أنا عدلت على الكل ما بتعدل عليها زي ما أنتم ملاحظين. هيك بدي أنا أكبرها لهاي الدرجة وأضبطها. تمام، هلأ هاي الدرجة كيف راح أشتغلها؟ دبل كليك عليها، أو اللي هي البسطة بمعنى آخر. راح أجي أصلاً هي 0.3، أضيف عليهم 0.7، هيك صارت متر. وبعدين أكبرها بمقدار الشاحط الثاني اللي هي خلينا نحكي تقريباً مترين وعشرين. هلأ أنا راح أخذ نفس هدول الدرجات كوبي، وبعدين راح أعمل ميرور بمقدار ماينس واحد. هيك أنا عملت الدرج بشكل مبدئي. هلأ في ناس طبعا بشكل سريع وسهل ويعني بريحك من كتير شغلات. هلأ في ناس بده اياه بتفاصيل اكثر الدرج. طبعا هلا غالبا الشتات ما بيكون فيها الدرج، ولكن اذا حبيت تعمله بشكل تفصيلي اكثر في طريقه، انه احنا هدول الدرجات لما نعملهم بدال ما نعملهم ميرور، راح اجي اختارهم تمام واسوي لهم روتيت 180 درجه وأخذهم موف وأركبهم من الزاوية للزاوية. ليش؟ هلأ بحكي لكم ليش. عشان لما أجي أختار هاي الدرجة وأسوي لها أنف، أسوي لها أنف واسوي له هذا الانف بوش اند بول للاخر وامسح هذا الخط لزياده واطلع برا الكومبوننت، راح تلاقوا انه كل الدرجات صار لهم انف، كل الدرجات صار لهم انف. الشغله الثانيه المهمه انه انا هدول الكومبوننت بقدر اسويهم قطعه واحده عشان اقدر اضيف لهم الثيكنس تبع الشاحط، الثيكنس تبع الشاحط تمام، عشان اقدر اضيف لهم الثيكنس تبع الشاحط. هلا بنحكي كيف. انا راح افرجيكم على جنب كيف بنعمل اي كتلتين بينهم يونيون بينهم سبتراكت. لو عندي انا جسمين تمام، لازم عشان نقدر نشتغل عليهم يكونوا كومبوننت او جروب، عشان نقدر نشتغل سوليد لازم يكونوا كومبوننت او جروب. انا راح اعملهم جروب، هاي جروب وجروب تمام. لو اجينا شغلنا الموف ودخلنا الجسمين ببعض تمام، هدول بعدهم جسمين زي ما انتم ملاحظين، بعدهم جسمين مش جسم واحد تمام. حتى هون بدي ارفعه هاد بنفس ارتفاع الثاني عشان يكون اوضح الامور. زي ما انتم ملاحظين جسمين متداخلين
نقدر عن طريق السوليد اللي فعلناهم بأول الدورة في أمر اسمه يونيون. يونيون بوحد الأشكال، اختار الكتلة الأولى أو الجروب الأول، اختار الجروب الثاني، سواهم بشكل واحد، سواهم بشكل واحد، وحدهم. أو السبتراكت، أو السبتراكت، يعني أنا لو اخترت سبتراكت، الجسم الأول ناقص الجسم الثاني زي ما أنتم ملاحظين فرغوا، نفس السبتراكت اللي في الأوتوكاد. أو انستراكت، الشكل المشترك، الجسم الأول الجسم الثاني بضل الجسم المشترك. يعني خطواتهم كتير سهلين، تختار الأمر، الجسم الأول الجسم الثاني، يكون أعطاك النتيجة. بالسبتراكت بنختار بالأول الجسم اللي بدنا نحذفه، يعني هاي الجسم اللي بدي أحذفه، رقم اثنين الجسم اللي بدي يضل المحذوف منه، تمام؟ أما بقية الخطوات كيونيون ما بفرق مين اخترت أول، الانستراكت ما بفرق مين اخترت أول. لهيك الأمور كتير واضحة وبسيطة، أنت هدفك بس تعملهم جروب أو كومبوننت. لهيك أنا بقدر هدول بعد ما خلصت الشاحط أختارهم، واختار يونيون، صاروا كتلة واحدة. شو الهدف بالكتلة الواحدة؟ انه انا هلأ لما افجرها، تمام، بقدر ارسم الثيكنس، بقدر ارسم الثيكنس براحتي، بقدر ارسم الثيكنس براحتي. يعني انا مثلا هون لو اجيت حطيت، طبعا بدي ارسمه انا قبل ما افجر، هاي هم كتلة واحدة، بالاول برسم الثيكنس وبعدين بفجر. راح اخذ اوفست، راح اخذ اوفست، بعد الجمعة نرسم هذا التلاقي. ونشيل الزيادات. تمام، لما نساوي اكسبلود زي ما انتم ملاحظين مباشرة بعطيني ثيكنس الدرج، وانا بقدر اسحبه ريفيرس فيس للنهاية، وبعدين بقدر أشيل الخطوط الزايدة زي ما أنتم شايفين. وهيك أنا بكون حليت
thickness الدرج اللي بدنا اياه زي ما انتم ملاحظين. تمام، هاي من اسهل الطرق في عمل الدرج، هاي من اسهل الطرق في عمل الدرج. هلا في كتير طرق، ولكن هاي اكثرها واقعيه بانك تقدر تاخذ الثيكنس اللي بدك اياه، الدرجه صح، ترسم الانف اللي بدك اياه، بتكرر بسرعه وبطريقه سهله. هلا في ناس بيسال على الهاندريل، هاندريل اموره كتير بسيطه. زي ايش؟ لو انا اجيت من هون من نصف الدرجة رفعت متر، أوكي، وهون من نصف الدرجة رفعت متر ووصلت بينهم، أوكي، وهاد الخط نفسه أخذته كوبي. طبعا هاد تقدر تسويه ثيكنس إذا كان طوب زي هيك، أموره كتير سهلة وانتهى معك، أموره كتير سهلة. تمام؟ هلا إذا بدك بشكل تاني أنت يكون الشغل، في إشي كتير بسيط اللي هو إنه نحذف هاي أنا باخذ دائرة كتير صغيرة، أحدد المسار، طبعا هذا الإشي أنا بفضل نشتغله بجروب، يعني هذا راح أخليه في جروب، هاي ماكي جروب، راح أفوت جوا الجروب أرسم الدائرة اللي حكينا عنها، وبعدين أحدد المسار اللي بدي إياه، وأحكي له follow me لهاي الدائرة. زي ما أنتم ملاحظين صار عندنا هاندريل، طبعا أنا بقدر أختار هاي القطعة من الهاندريل وأعمل لها كوبي. طبعا بالنهاية أنا بقدر أشتغل على القطعة الأخيرة بمسح الخطوط الزائدة، ومن هذا المسار بعمل فولو مي وبختار دائرة أنا بكون حاططها. طبعا هاي الدائرة هاي راح أختار المسار فولو مي وراح اختار دائرة. طبعا
تمام. طيب يا جماعة، هاد الطريقة اللي بنشتغل فيها درج مع هاند دريل، طريقة كتير سهلة وبسيطة وما بدها أشياء كثير. طبعا نفس الطريقة بنشتغل فيها الهاند دريل الثاني. رح نحكي بكرة بعدة أدراج، رح نحكي في السقف القشري كيف نشتغل السقف القشري. رح نشتغل كمان في البلاجنز، ممكن نحكي على البلاجنز. بالنسبة للرابط هلأ راح أعطيكم إياه عشان تسجلوا حضور. تمام. وبعد ما نسجل حضور راح تلاقوا رابط لمحاضرة بكرة، راح تلاقوا رابط للجروب، أهم إشي الجروب، عشان إذا حدا بده أي سؤال نقدر نجاوبه عليه بأي وقت. مش دائما بنقدر نجاوب بالمحاضرة، بس أنا جاهز لأي سؤال بدكم إياه حتى لو بعد ما خلصت الدورة. عشان هيك هلأ راح أحط لكم على الشات الروابط اللي بدنا إياها، وراح أبلش بالإجابة على الأسئلة اللي بدكم إياها. تمام. هاي يا جماعة الرابط اللي فيه التسجيل لليوم، وضروري تعبوا المعلومات صح عشان الشهادة، وراح يكون فيه كمان رابط محاضرة بكرة، نزلوا الملف، وراح يكون فيه رابط لجروب. تمام. إذا حدا عنده سؤال يبعث لنا، أنا هلأ راح أشوف شو الأسئلة اللي كانت موجودة. يعطيك العافية يا مهندس يزن، الله يعافيك ويسلمك يا رب. عن جد مشكور، كل شيء كان واضح ومرتب. الله يسعدك ويسلمك يا رب، كل الاحترام. في ناس عم يسأل إنه ليش رجعنا عملنا روتيت وما ضلينا على الميرور. أنا بحكي لكم ليش بالدرجات الشحط الثاني، لأنه لما تضل على الميرور أنت عكست الكومبوننت. يعني لما نعمل حفت الدرجة أو حرف ايش بسموها؟ انف الدرجة، لما نعمل انف الدرجة اذا ظلت الكومبوننت معكوسة الدرجات الشحط الثانية راح تكون من تحت مش من فوق انف الدرجة. عشان هيك قلت لكم كل ما بدك تفاصيل اكثر بدك تتغلب اكثر. الميرور كثير سهل بس ما بعطيك انف درجة او ما بعطيك شيء بتعدله على الدرجة. عشان هيك اذا بدنا نعتمد التعديل على الدرجات بنخلي الشاحط بشكله الصحيح، بنعمل له روتيت وموف احسن من الميرور. كيف افرغ الوسط اللي بينهم؟ انا بالاصل عملت مسافة، بس هاي هي كل الفكرة، بين الشاحطين خليت مسافة. ما في اختصارات للاوامر زي الاوتوكاد، في اختصارات بس صراحة الافضل تضل على الايكونز عشان اذا اختلفت الفيرجن ما تضيع كتير انت. يعني الافضل انك تضلك متابع للفيرجن نفسه عشان اذا احتجت ايكون تلاقيه. كيف الكاد نفس الاشي، ليش ما رسمنا سكشن للدرج وعملنا رفع لبعض الدرجات؟ بصير، ما في اي مشكله انك تسوي سكشن. انا حكيت لكم بكره راح نعمل شويه طرق للدرج، واحده من الطرق اللي بدنا نعملها بكره انه من سكشن الدرج نقدر نساوي نقدر نشتغل على الاكسترود. الماتيريال بكره بنحكي فيها ان شاء الله. بالنسبة للكونتور أكثر من حدا بيسأل، يا جماعة ممكن بكرة نشتغل على الكونتور ما في مشكلة. ملف الأوتوكاد أنا بحكي لكم نفس الملف اللي أعطيتكم إياه، عملت موف عشرينات، يعني عملت أيزوليت للجدران الخارجية موف 20، أن أيزوليت رديت الجدران الداخلية أيزوليت خليتهم لحالهم موف 40. يعني انا ضاعفت المسافات عشان ما يضربوا ببعض. يعني اول إشي حركته 20، ثاني إشي 40، ثالث إشي 60. هلا هاي المسافه مش مقدسه، انت عادي بتقدر تختار اي مسافه بدك اياها بدل ال 20 30.
يعني هي الفكرة انهم بس ما يضربوا ببعض، بس هاي هي انها مسافة تكون منطقية، يعني ما بحط 200 مثلا، رح يكون كثير بعاد عن بعض، منطقية وبنفس الوقت تكون معطية مجال بعد عن بعض، بس هاي هي يعني ال 20 مش مسافة مقدسة، بس انت لازم تكون عارفها عشان لما تروح على السكتش اب تقدر ترجع تركبهم مع بعض. كيف أفرغ الوسط اللي بينهم؟ في خيار برضو موجود بالسوليد، في خيار موجود بالسوليد بتختار، خلينا نشوف البرنامج. هاي البرنامج هاي جروب وهاي جروب وهاي موف. طيب يا جماعة، في إشي اسمه سبلت، شايفين هاي السبلت؟ هاد الأمر اللي هو السبلت لما نختاره ونختار الشكلين اللي بدنا إياهم بفصل المنطقة الوسطية، شايفين المنطقة الوسطية صارت لحالها وبتقدر إنك تمسحها، صارت المنطقة الوسطية لحالها وبتقدر إنك تمسحها، تمام؟ فإحنا بنعمل سبلت، هي أمر سبلت، بنختار القطعتين بفصل لنا اللي بالنص لحالها وبنقدر نمسحها، هيك أنت بتفرغ اللي بالنص. بكرة آخر، طيب يا جماعة هلا بالنسبة لأنه بكرة آخر محاضرة، هي بكرة المفروض آخر محاضرة، بس إحنا بنحكي على الجروب إنه ممكن نمدد بشكل خاص مش بشكل رسمي، يعني يعني انه بعطيكم انا رابط بقولكم باليوم الفلاني بنفوت عليه بدون ما هلا احنا نتفق متى الموعد. وين موجود أمر سبلت والباقيين؟ حكينا من التولز، من عند الفيو تول بار، في عندك اللي هم سوليد تولز، منه بتلاقي هذا الشريط. الله يعافيكم ويسلمكم جميعا، كل اللي عم يبعث الله يعطيك العافية، الله يعافيكم ويسلمكم جميعا. لا تنسوا يا جماعة تسجلوا حضور وتاخذوا رابط محاضرة بكرة وكمان رابط الجروب، أهم إشي لا تنسوا. ملفات البلوكات اللي بعتهم ما عم يفتحوا، انا بعتهم نسخة 2014، ممكن انت يكون عندك اقل من 2014. نسخة 2016 اللي بيسأل عن البلوكات، إذا نفس إذا نفس المهندس اللي عم تسأل عن البلوكات، فهي الفكرة إنه لازم يفتحوا، إذا ما فتحوا معناته في مشكلة عندك، لأنه أنا 2014 بعتهم مو راضي يتحمل أصلاً. ما بعرف شو المشكلة، لأنه هاي الأغلب حملهم والأغلب فتحوا عنده، موضوع من عندك مهندس.
الله يسعدك ويخليك، الله يعطيك ألف عافية، شكرا لك. طيب يا جماعة، أنا على 12 إلا ربع إن شاء الله راح أسكر وراح يطلع من البرنامج، فإذا حدا عنده سؤال أو بده رابط أو بده إشي خبرني هلأ، لأنه خلال 4 دقائق راح أسكر وراح يفصل عندكم كلكم. الله يسعدك صديقي، الله يعطيك ألف عافية. حاضر، روابط البلوكات، أبشر. هاي رابط البلوكات. هاي رابط البلوكات يا جماعة اللي نزل هلأ. الموقع اللي تنزل منه بلوكات 3D Warehouse. أيوه، دور عليه على جوجل بتلاقيه سريع مباشرة. وعليكم السلام ورحمة الله.